يقول شخص يعاني من صداع دائم فده فذهب إلى راق فأعطاه قطعة قماش مخيطة وقال ضعها تحت رأسك عند النوم. فسأله ما بها؟ قال فيها ورقة مكتوب فيها آيات وتعاويد نبوية، هل يشرع له أن يستعملها؟ لا، هذا حرز من اتخاذ الحرز، لكن عند النوم يقرأ من القرآن، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذات، يقرأ آية الكرسي عند النوم، هذا الذي ينفعه. أما أنه يجعل حرزا عند رأسه هذا ما يجوز ولا ينفعه أيضا. نعم.